القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني اللي تمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اقترح عقوبات سجنية ومالية لمرتكب جريمة التطبيع أو الوسيط في العملية بالحبس لمدة تتراوح من 2 إلى 5 سنين وبغرامة تتراوح بين 10 ملايين و100 مليون. أكثر تفاصيل قدمهم ليفهم عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط السيادي في مجلس نواب الشعب. الصف الأول يتحدث على